عاجل ومهم، خير كبير قادم لجميع أبناء محافظة اليمن، تبدأ في الساعات القادمة، فلنتابع تفاصيل الخبر. أهلا بكم. توقع مركز الأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات يمنية، محذرا من اضطراب البحر قبل وأثناء هطول الأمطار شمال شرق خليج عدن. وقال المركز في نشرته الجوية الجمعة إنه يتوقع أمطار متفاوتة الشدة، وقد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات حضرموت والمهرة وشبوة والبيضاء وأبين وعدن ولحج وكذا الضالع وتعز. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة مع عواصف رعدية ورياح تصل إلى الشديدة شمال شرق خليج عدن، وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى وخاصة السواحل الشرقية. وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات إب وريمة وذمار وصنعاء والمحويت وعمران والجوف وجنوب مأرب. وحسب المركز فقد تهب رياح معتدلة إلى نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 18 عقدة على مدخل باب المندب وغرب خليج عدن، كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة شملت أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وجنوب مأرب والبيضاء والضالع وتعز ولحج وأبين وسقطرى، كانت أغلبها خارج محطات الرصد الجوي.